مرحبا أصدقائي، فيديونا اليوم راح نتكلم به عن موضوعين. الموضوع الأول إلغاء الدوري العراقي واعتراض الكابتن حمادي أحمد على هذا القرار. أما الموضوع الثاني فهو مصير ميمي في ناديه البرتغالي، خصوصا بعد استئناف الدوري البرتغالي وعدم استدعائه بالمباراة الأولى. بالتفاصيل ادعمنا بلايك وسبسكرايب وشير. حمادي أحمد يهاجم الهيئة التطبيعية اللي قررت إلغاء الدوري العراقي. حمادي بالهجوم ماته قال إنه نادي القوة الجوية هو الأقرب لتحقيق اللقب، وأن هذا الإلغاء كان مجاملة لبعض الأندية، وبنفس الوقت هو ظلم لأندية أخرى. وتساءل حمادي عن النادي اللي راح يشارك بدوري الأبطال بالنسخة القادمة، هل سيكون نادي الشرطة؟ وراها حمادي رجع وانتقد أياد النيار رئيس الهيئة التطبيعية والكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، وقارنهم بالملا عبد الخالق، وقال لو كان الاتحاد بقيادة الملا عبد الخالق كان هسه الدوري ما لغى. تصريح حمادي بقسمين، القسم الأول أنه هو ضد الإلغاء، مع العلم أنه قرار الإلغاء اتخذ بموافقة أغلب الأندية بما فيها نادي القوة الجوية، ولأسباب عدة أهمها وباء الكورونا. والسبب الثاني للإلغاء من وجهة نظري هي نوعية اللاعبين اللي يتواجدون بالدوري العراقي، لأن أغلب لاعبين في فترة التوقف الدولي ما كانوا يتمرنون، كنا نشوفهم على سناب شات، انستغرام، فيسبوك، إلا ما ندر. فعملية إعادة اللاعبين وتأهيلهم تحتاج على الأقل شهر تدريب على مود يقدرون يكملون الدوري. فلهذا أنا ما أتفق يا حمادي أحمد باعتراض على إلغاء الدوري. أما بخصوص الجوية إنه هو الأقرب لتحقيق اللقب، فإحنا هذا الدوري لعبنا به بس 5 جولات. ال5 جولات يتصدرها فريق النفط، لأنه فريق النفط هو اللي لاعب 5 مباريات. أما بالمركز الثاني فالقوة الجوية، لأنه هو لاعب نقص مباراة عنده، لأنه لاعب فقط 4 مباريات. أما أندية أخرى مثل الزوراء تبتعد ب3 نقاط عن القوة الجوية، لأن باختصار لعبة 3 مباريات، يعني عندها نقص مباراتين أو نقص مباراة مقارنة مع القوة الجوية. فالأول متصدر لأنه لاعب المباريات كاملة، والثاني بالمركز الثاني لأنه عنده نقص مباراة، والأندية هاي كلها بهذه مراكزها مؤقتة لأنه عندها نقص مباريات مقارنة مع نادي النفط اللي يتصدر الترتيب. يعني بين قوسين أكو خربطة كلش كبيرة بالدوري، وموضوع إلغاءه أسهل من إكماله. فيعني ممكن أنه يلغون الدوري وبعد شهر أو شهر ونص يبدون دوري جديد، فهذه الطريقة أسهل. أما ما يخص أنه الملا عبد الخالق لو كان موجود ما كان لغى الدوري، فالملا عبد الخالق قبل 4 شهور هو اللي وقف الدوري، وهو اللي ما استكمله بسبب الأوضاع السياسية، وكان عنده خيار أنه يلعب الدوري بمحافظات الشمالية اللي كانت ما بها أي شيء. يعني قرار اياد بنيان هو نفسه قرار الملا عبد الخالق مسعود. لكن أنا بالتأكيد أتفق مع الكابتن حمادي أحمد على اعتراضه على النادي اللي راح يمثل العراق بدوري الأبطال، وتساؤله هل أنه نادي شرطة هو راح يمثل العراق لو نادي آخر. أتفق وياه لأن قرار الإلغاء أجا منقوص، فلو كان قرار الإلغاء أكو فشي مكمل وياه يحددون من النادي اللي راح يمثل العراق بدوري الأبطال بالنسخة القادمة، أو على الأقل يوضحون الآلية للنادي اللي راح يمثل العراق بالنسخة القادمة لدوري الأبطال. لكن القرار أجا منقوص وما به هذه الجزئية، فلهذا أنا أتفق مع حمادي أحمد منه اللي راح يمثل العراق بدوري الأبطال. فإذا فكرنا دوري الأبطال إذا لغى، نادي الشرطة هو اللي راح يمثل العراق بدوري الأبطال بالنسخة القادمة، هو الأحق. أما إذا دوري الأبطال استكمل فهذه هنا المشكلة، وعلى الهيئة التطبيعية إيجاد طريقة لاختيار نادي يمثل العراق بالنسخة القادمة من دوري الأبطال. كملنا موضوع إلغاء الدوري واعتراض حمادي أحمد، ننتقل إلى موضوع مهند علي وعدم اشتراكه بمباراة النادي اللي يلعب إلى بالدوري البرتغالي بعد إنعاد الدوري البرتغالي. الموضوع باختصار، الاتحاد الدولي قبل شهر تقريبا أصدر بيان، الاتحاد الدولي قال أنا ما أقدر أجبر اللاعبين على البقاء بأنديتهم، ولا أقدر أمدد الإعارة بشكل مجاني، فأي لاعب تنتهي إعارته يرجع للنادي الأم اللي ينتمي إليه، وأي لاعب ينتهي عقده بإمكانه أن يوقع عقد جديد مع نادي آخر. وعلى ما يبدو أن النادي البرتغالي اختار عدم تجديد إعارة ميمي معه، وبالتالي ميمي لازم يبحث عن نادي جديد، وهذا الشيء خلينا نفهم أنه المدرب البرتغالي ما اختار ميمي بالتشكيلة الأساسية أو التشكيلة الاحتياطية بالمباراة اللي لعبها النادي مالته وفاز 1-0. فما أعتقد راح نشوف ميمي يلعب لهذا النادي بالمباريات القادمة.
هذا كل ما عندي عن حلقة اليوم. أشوفكم بخير يا رب، مع السلامة.